يقول السائل، يقول: ما ورد في بعض كتب الصوفية من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه أول المخلوقات وأنه لا ظل له في الأرض، وذكر أمورا، يقول: هل هذه صحت عنه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا كذب وافتراء، وهذا من الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بشر، الرسول بشر من أم وأب كسائر البشر، وإلا أن الله خصه بالرسالة، وإلا فهو بشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الفارق بينه وبين البشر الآخرين، أنه يوحى إليه، أن الله يوحي إليه. وأما صفات البشرية فهي فيه يأكل ويشرب ويجوع ويمرض ويموت عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر. نعم.